انا بدي اسال الاستاذ اكرم، ما المشترك؟ ونحن طبعا ننتمي كلنا، اقصد العرب، ننتمي الى ذات الجذر الضارب في اعماق التاريخ. ما المشترك بين الانماط الشعريه الشعبيه المختلفه في فلسطين، في الاردن، في العراق، في مصر، وفي كل حواضر العرب؟ صحيح. بشكل عام يعني القاسم المشترك بين الاكثر من تفرع فيه، مثلا على الجانب الحسي والمعنوي، انه دائما الكلام سبحان الله الشعر الشعبي المحكي اقرب الى النفوس والى الاذان، فبالتالي يعني ممكن انا احكي لمصري او لاردني او لخليجي شعر شعبي يوصله بكل تلقائيه، واذا تصنعت وتكلفت معنى ذلك انه انا وياه بدنا نضيع او نكون فاهمين باللغه وضليعين مثل اخونا مراد. طبعا هاي الجانب المعنوي. في جوانب اخرى، مثلا انه كل هذه القوالب اللي بنغنيها في بلاد الشام او حتى في المغارب العربيه او حتى في الخليج، هي اصلا ماخوذه من نفس الطقوس وقوالب الشعر العربي الام الفصيح. يعني احنا اللي على مستوى الزجل الشعبي اللي بنغنيه هو بحور الخليل كلها، كل ما جاء من العروض ال 16 بحر بنغني عليهم احنا الشعر الشعبي المحكي، خصوصا الزجل. طبعا لما اقول زجل بس حبيت انوه هنا منيح انه هو جزء من الشعر الشعبي، والحداء جزء من الزجل، وهكذا. في اختلاف بين الزجل بتسمي. في اختلاف بين الزجل وبين الحداء؟ طبعا في اختلاف. طبعا هلا القالب اللي بيجمع الكل هو شعر شعبي مغنى، هذا حتى نكون نتركه للاخ مراد ممكن يحط له تعريف يوم من الايام. لكن الزجل الشعبي مكوناته عندنا بفلسطين كثير متفرعه، وانتم بتعرفوا انه شعبيا يعني واسمحوا لي شعر الشعب الفلسطيني هو ابو الفنون هون بالمنطقه كلها، ومن هذه الدائره من المنطقه اللي انتم فيها ومن شمال فلسطين تحديدا انتشر اقرب الى لبنان الى سوريا الى مصر الى الاردن الى وهكذا. في الروابط المشتركه كذلك، يعني مثلا استاذ خالد لما انا بغني بيت عتابه في فلسطين، وبيت العتابة عبارة عن بيتين من الوافر، وضروري أنه يكون في من الراوي فيه على حرف الباء. في العراق نفس الشيء، هو بيتين من الوافر بنتهي بالياء والتاء المربوطة، فهناك يسمى أبوذية، هنا يسمى عتابة، على أن يكون البيتين هذول يكونوا على جناس دام. طبعا طبعا يعني هو إعجازي أصلا، يعني مش بسيط. هذا مشترك بيننا وبين الأقرب شقيق لنا اللي هي الأردن مثلا، بتلاقى عندنا الفنون المشتركة مثل الدحي موجودة في فلسطين وجنوبها، موجودة بالأردن. بتلاقى عندنا الشعر الشبه النبطي احنا، لأنه نقول انه احنا متعمقين مثل الخليج والأردن فيه، بتلاقيه موجود عندهم. بتلاقى عندنا ألوان اللي هي أغاني الزفات والنساء والرجال والأعراس، هذه مشتركة بالأردن وفلسطين لدرجة انه يعني تختلط الأمور عليك. نعم، حالي من التماهي بالضبط. نشترك مع لبنان مثلا تحديدا بالزجل اللي هو منبري على طاولة وناس ومعنا قصيد كذا، هو أقرب إلى القصيد والإلقاء، ونتفرد بالحداء. يعني ما في في كل المحيط ما حداء، اللي هو الحداي الشعبي اليوم على السوشيال ميديا بسموه، اللي هو المربع والمقسوم والمثمن وألوانه وكذا. وهذا طبعا الفن الوحيد في بتوقع في العالم اللي يقال شعر ارتجال، حتى في الراب في الغرب لا يقال بهذه الطريقة وهذه السليقة وهذه السرعة.